اهلا بيكم متابعينا ومتابعين الريف السبع في كل مكان. احنا النهارده مع الطالبه الاء امين احمد محمد حسنين الاولى في الثانويه الازهريه بمجموع 649 درجه من 650، يعني كان ناقصها درجه واحده على المجموع النهائي بنسبه 99% و 58%. آلاء كانت طالبة في معهد فؤاد خميس بمدينة العاشر من رمضان، وهي مقيمة في مدينة العاشر من رمضان. احنا بنقول لك يا آلاء ألف مبروك وربنا يوفقك يا رب العالمين. و اتفضل المايك. بنقول لك من خلال اليوم السابع ألف مبروك. الله يبارك فيك. انت كنت متوقعة ان انت ما شاء الله تجيبي المجموع الكبير ده، يعني انت كان ناقصك درجة واحدة وتجيبي 100%. والله يعني انا كنت حاطة امل وواثقة في ربنا، والحمد لله ربنا يعني وفقني. بس برضو يعني كان في قلق، بس الحمد لله. طيب احكي لنا كده، عديتي الثانوية العامة ازاي؟ والله يعني عفوا الثانوية الازهرية. والله يعني كانت سنه فيها اخبار حلوه وفيها اخبار وحشه، فيها مشاكل فيها دعم، بس الدعم غطى على كل ده يعني، والحمد لله كانت سنه لطيفه يعني بالنسبه لي. انت كنت حكيت لنا قبل التسجيل انت اول سنه تيجي المعهد، كنت قبل كده في مدينه اجا، ودي اول سنه تعيشه في العاشر من رمضان. ايوه، فاكيد تغيير المكان بيبقى يعني عامل توتر، وتغيير الصحاب والمدرسة. يعني انت اكيد المعهد اللي كنت فيه من ابتدائي هو المعهد اللي انت كنت فيه من اعدادي. احكي لنا لما جيت العاشر من رمضان ازاي حافظتي على التفوق بتاعك رغم تغيير المكان؟ هو انا جيت يعني كنت قلقانة، لان زي ما بتقولي برضو ما فيش حد اعرفه، وكان محتاجة اكون صداقات في السنة دي، وانا يعني وسايبة صحابي يعني عشرة بقالهم 12 سنة وجاي اعرف ناس جديدة، كان موضوع صعب. بس الحمد لله يعني قابلت ناس لطيفة، ويعني مبسوطة ان انا عرفتهم فعلا، يعني مدرسين واصدقاء دعموني جامد. انت كنت متوقعة ان انت تكوني اولى الجمهورية؟ انت ما شاء الله متفوقة، لكن اولى الجمهورية يعني انا كنت عاوزة، بس ما كنتش متوقعة تماما. يعني انا كنت عاوزة كده، بس ما كنتش عارفة ان هي تيجي، بس الحمد لله كان هدف يعني عندك. ايوه. طيب كنت يعني الثانوية الازهرية بتكون يعني درست المواد الشرعية، وهي بتكون برضو مواد يعني بتكون فيها يعني مادة دسمة كتير، فكنت بتوفقي ازاي بين المواد؟ وكان عندك كم مادة السنة دي؟ كنت بتوفقي بينهم ازاي؟ هما تقريبا يعني 20 مادة، بس هو يعني انا كواحده في الازهر من صغري متعوده، احنا كنا يعني الازهر مواده مش بالصعوبه اللي الناس متخيلاها، هو احنا كل ما بنكبر سنه بيزودوا لنا قدر معين، فبالنسبه لنا الموضوع مش صعب للدرجات دي يعني. المواد كتيره بس السنه طويله وفي وقت، فالحمد لله يعني حاولت اوفق بين المواد، وما جيش على ماده واسيب ماده، بس يعني الحمد لله ربنا وفقني. كلمينا يعني عن فرحتك، عرفتي الخبر ازاي ان انت الاولى؟ شيخ الازهر كلمني، ودي حاجه يعني هتبقى للزمن، لان انا كان نفسي فعلا اكلمه. هو كلمني، انا ما اعرفش انا ايه اللي حصل بعد كده، ما اعرفش حرفيا، انا من خضتي وفرحه يعني. انا اللي اعرفه ان انا كلمت الشيخ احمد الطيب، بس الاولى على الجمهوريه كان يقول حاجه وانا اعيدها وراه، انا مش عارفه ايه اللي بيحصل، بس انا فرحانه. بس هو سال عليا، قلت سال على اسمي، قلت له ايوه اللي معاك الشيخ احمد الطيب، فانا من خضتي قلت يعني اقول ايه، طيب مش عارفه اقول ايه. قال لي ان انا طلعت الاول على الجمهوريه، فانا قلت ورا الاولى على الجمهوريه، قال لي ايوه، فانا سكت يعني، انا مش عارفه اقول ايه. بعدين لقيته بيقول لي بجيب 99.85%، فاللي هو يعني قمت قايله الرقم ورا برضو، قال لي ايوه، اللي هو انا في حقيقة يعني ما قلتش اي حاجه في المكالمه حرفيا يعني، بس هو يعني كانت مكالمه جميله، لان انا كنت مستنياها فعلا، والحمد لله. ان شاء الله ناويه على انت باذن الله هتدخلي طب زي ما حكيت باذن الله. طيب ناويه ان شاء الله يعني في دراسه الطب، احكي لنا في تخصص معين انت عايزاه ولا؟ هو انا حابه جراحه، بس مش عارفه ممكن لما ادخل وادرس احب اميل لمجال تاني يعني، فالله اعلم، فمش عارفه. طيب مين بقى قدوتك يعني في مجال الطب او في مجال التفوق؟ ما هو يعني انا قدوتي في اي حاجه اي شخص بيسعى ان هو يبقى حاجه كبيره في مجاله، ايا كان في اي مجال هو كان فيه، بس ممكن نقول في مجال الطب مثلا دكتور مجدي يعقوب.
ان شاء الله. استاذ احمد امين، الف مبروك وربنا يفرحك دايما بيها، وباذن الله يعني دي تكون بدايه الفرحات بيها ان شاء الله. لو تكلمنا كده عن الاء وتفوقها، وكنت متوقع ان هي تكون الاولى الجمهوريه. هي لا بفضل الله من اولى ابتدائي، وهي ما شاء الله متفوقه ومتميزه في المعاهد اللي كانت في الاهليه، معهد الابتدائي في الباهو فريك، وبعدين المعهد الاعدادي والثانوي في برج النور ده تبع اجا، ما شاء الله هناك يعني كان في تقدم. وبالنسبه لثالثه اعدادي كان لها ترتيب برضه، وكان في اول طلبه في ثالثه اعدادي كان لها ترتيب على الجمهوريه. احنا كنا بفضل الله يعني مستنيين ترتب، بس ما شاء الله فاجئتنا وطلعت الاولى. ماشي. لما انتوا كنتوا في المنصوره زي ما حكيت لنا وجيتوا هنا العاشر من عمر، ما خفتش مثلا وانتوا بتنقلوا ان انتوا يعني ده ياثر على مستوى الاولاد؟ انا كنت هاجل النقل لغايه ما تخلص، بس هي قالت لي انا باذن الله هحاول اتكيف وهشوف، لو وهجرب لو ما نفعش ارجع. بس بفضل الله يعني الجو كان كويس والمدرسين كانوا كويسين، وبفضل الله هي لا يعني قدرت تطبع مع الوضع هنا، وربنا كرمها الحمد لله. ربنا يكرمها يا رب. معانا والدتها، احنا برحب بحضرتك على اليوم السابع. اهلا بيكي، الله يبارك فيكي. الله يبارك فيكي. كلمينا بقى على اول فرحتك، ولا ترتيبك كام في ولادك؟ هي الثانيه. هي ثانيه. كم ابن وبنت وبيدرسوا ايه؟ عندي 2 و2، ولدين وبنتين وكلهم ازهر. عندي محمد الكبير في هندسه، وبعدين الاء، وبعدين عبد الرحمن رايح اولى ثانوي ازهر، واسماء في ثالثه ابتدائي ازهر. انتوا يعني كنتوا حريصين ان انتوا كل الابناء يتعلموا تعليم ازهر؟ احنا حرصنا من الاول علشان يحفظوا القران، وهم بعد كده بقى بيختاروا يكملوا ولا ما يكملوش، بس كلهم اختاروا يكملوا في الازهر. يعني كلمينا عن الثانويه الازهريه، وطبعا انت كان عندك ثانويه وضغط الدراسه والدروس، وكلمينا انت كنت بتابع علاء ازاي؟ هو انا كنت بتابعها ان هي تتابع دروسها اول باول، وتحاول ما تراكمش. يعني لما احس ان هي جت في ماده وتقول انا بدات اتراكم عليا الدروس، اقول لها لا حاولي تركزي تاني وترجعي. وما كنتش بضغط عليها، لان كان اهم حاجه عندي السلام النفسي عندها، ان يبقى عندها سلام نفسي مع نفسها عشان تقدر تنظم وقتها وما يضيعش منها حاجه، لان السنه طويله وعندها 20 ماده، فكانت لازم تبقى منظمه ونفسيتها مرتاحه وهي بتدرس. كانت بتذاكر كام ساعه كده؟ هي ما كانتش لها ساعات محدده، هي كانت بتلتزم بدروسها وبتحاول على قد ما تقدر. ان مثلا الدرس ده كان ميزه في دروسها ان هي كان كل درس تاني حضرتك عمه الاء، بنقول لك الف مبروك، وكلمينا كده عن فرحتك بالاء. انا فرحتي بيها ما تتوصفش بصراحه، انا ما صدقتش بصراحه لما بابا كلمني بيقول لي شيخ الازهر كلمه قال ان هي الاولى على الجمهوريه بصراحه. ولغايه دلوقتي احنا مش مستوعبين، بس احنا فرحانين. احنا كنا يعني كان نفسنا زي ما هي قالت احنا كان نفسي، بس انا كنت بدعي ربنا ان هي يحصل. احنا فعلا كلتنا كان نفسنا ان هي تعمل حاجه عشان تفرح باباها وتفرح مامتها، لان هم فعلا عانوا كتير جدا جدا معاها السنه دي. وفعلا احنا كلتنا بنعتبر ان اللي حصل ده عوض لينا كلتنا، وعوض لباباها وعوض لمامتها على اللي هم شافوه فعلا. وربنا يفرحهم يا رب، ويفرحهم بيها كمان وكمان، وتبقى فخر لينا كلتنا، وتفضل يا رب كده فخر لعيلتنا. تحب تقول لها ايه كده؟ انا هي عارفه هي ايه بالنسبه لي، وهي انا كان نفسي بصراحه لغايه دلوقتي نفسي اخلف بنوته، ما اتمنيتش ان انا اخلف بنوته وتبقى شبه حد زيها وزي ساره الله يرحمها. ربنا بس انا نفسي فعلا ربنا يكرمني بنوته وتبقى زيها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انت محمد اخو علاء، انت في سنه كام؟ انا في داخل ثالثه هندسه اعمال. يعني كلمنا كده عن الاء، وكنت متوقع ان هي تكون اولى الثانويه. انا عشان كنت معاها معظم الوقت، فكنت متوقع ان فعلا هي تجيب مركز مش اقل من مركز ثاني او ثالث على الجمهوريه، وما شاء الله جابت مركز اول على الجمهوريه. اول ما كلمكم شيخ الازهر وقال لكم ان هي الاولى، عملتوا ايه كده؟ كلمنا عن فرحه البيت دي. كان وقت صدمه طبعا، يعني كنا مش عارفين نفرح ولا نعيط ولا نعمل ايه بجد، بس الحمد لله يعني كنا برده منتظرين المكالمه، برده يعني كنا متوقعين ان هي ان شاء الله تجيب حاجه كويسه. تحب تقول لها ايه؟ تقول للناس ايه عن الاء من خلال اليوم السابع؟ انا اللي كنت في ثانويه، مش انت يا الاء. انا تعبت اكتر منك يا الاء. طب عايزين نسمع زغروطه كده من مامتها، عايزين زغروطه حلوه كده من الوالده. كلمينا في
السن الصغير ده قدرت ازاي انت تحفظي القران الكريم؟ والله يعني ابي وداني القران من ساعه ما انا كنت بقيت اتكلم اصلا، فده ساعدني. وابله هناء بقى يعني تعبت معايا جامد قوي قوي يعني، والحمد لله ختمته على الثالثه ابتدائي اخرها. طيب دخلت مسابقات مثلا في القران الكريم قبل كده، ولا كنت الحفظ بس يعني الحفظ القران؟ ايوه يعني دخلت مسابقات صغيره كده في القريه عندنا. ما حاولتش مثلا تخش من المسابقات اللي بتنظمها مشيخة الازهر او الاوقاف قبل كده؟ لا. ان شاء الله ناويه تدخلي ولا تتفرغي لدراسه الطب؟ باذن الله اي حاجه لازم يبقى فيها القران عشان يباركها يعني. باذن الله يعني هيفضل معانا ان شاء الله. ربنا يبارك لك في حياتك. وعايزين منك كده كلمه لكل الطلبه اللي داخلين ثانويه ازهريه او ثانويه عامه، يعني مستعد انت يعني قدوه ومثل لكل المتفوقين، تحبي تقول لهم ايه من خلال اليوم السابع عشان باذن الله يكونوا يعني حققوا طموحاتهم وتفوقوا؟ عايزه اقول لهم ان الثانويه مش تحديد مصير ونهايه العالم زي ما الناس كلها مفهمينها، لان يعني الثانويه يعني ابسط من كده بكتير. المناهج سهله يعني، ما فيهاش بالصعوبه اللي هي مشكلتها كانت في الضغط والتوتر. بس لو قريت على الضغط والتوتر هتلاقي ان السنه دي جميله جدا، ما فيهاش اي حاجه. موضوع ان الكليه بقى اللي يدخل كليه قمه ومش عارفه ايه، انا مش مؤمنه بموضوع كليه قمه ده تماما. يعني مفيش حاجه اسمها كليه قمه. اي شخص هيدخل اي مجال هو حبه هيبدع فيه احسن من هو يدخل مجال من الناس بتقول عليه كليه قمه. يعني كل واحد عارف قدرته ايه، فهو يعني عارف هيعرف يحقق نجاحه في انه مجال بالظبط، فهيدخل مجال اللي هو حابه بعيدا عن اراء الناس اللي حواليه مهما كانت. يعني ما شاء الله يا الاء، احنا كنا معاكم من الشرقيه ايمان مهنا، شاركنا اسره طالبه الاء احمد امين حسنين الاولى الجمهوريه علمي في الثانويه الازهريه بمجموع 649 درجه بنسبة 99.58% و85% من 100.